السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا فيديو قصير فقط على بعض المستجدات الجديده اللي طرات في قضيه فارس. فارس اللي بتكلمنا بالامس من نقل عن الصحافه الايطاليه والموقع المقرب لنادي لازيو، لازيو بريس، والصحفي اللي اكد الخبر اللي تكلمنا عليه سابقا انه لم يمضي فارس في نادي لازيو بسبب ربما تكون الاصابه، ربما بعض المشاكل، والإصابة الأقرب لأنه فارس عاد من إصابة أكثر من 7 أشهر. الصحفي هو إدواردو غالياني. إدواردو غالياني هذا هو اللي أكد اللي ما لم يتم إمضاء. نفس الصحفي يرجع اليوم يأكد أنه فارس أمضى على العقد وانتهت كل الأمور، وقيمة الصفقة 8 مليون أورو زائد 2 مليون أورو إضافات. نقلا عن ألفريدو بيدولا الصحفي سبور إيطاليا المعروف المشهور، اكد انه هذا الصحفي ادواردو غالياني اللي تكلمنا عليه اللي نقل الخبر باللي لم يمضي في واستحاله امضاء فارس في النادي، اليوم يأكد انه فارس في نادي لازيو وان فارس سوف يتدرب امسيه اليوم، وبالامس فارس كان يتدرب فرديا يعني يدرب مفردا يعني، واليوم يدرب مع الجماعه مع الفريق نتاعو مع نادي لازيو. ألفريدو بيدولا هو اللي انفرد بالخبر انه فارس امضى مع لازيو 8 مليون اورو زائد 2 مليون اورو اضافات، وان اللاعب سوف يتدرب اليوم فقط، يتدرب اليوم فقط جماعيا مع اللاعبين. بالفعل اليوم فارس شوهد ولا التقطته بعض الكاميرات يتدرب جماعيا مع اللاعبين. اذا مبروك والف مبروك لفارس اللي حقيقه يعني قضيته والصفقه تاعو فيها العديد من الغموض. نعرفوا انه اللاعب عنده اصابه، بعد الاصابه الطويله شارك بعض المقابلات في اشواط بعض الدقائق مع نادي سبال في عوده الدوري الايطالي بعد كورونا. من بعدها بدا الكثر الحديث عليه والكلام عليه، راح العياده ودار الفحص الطبي الانضمام تمهيدا لانضمام لازيو. من بعدها ما بانش ولا خبر عليه، وبل بالعكس موريكي امضى العقد ودار الفحص الطبي تاعو، يعني كانت امور طبيعيه مثل ما هي معتاده في كل الانديه الاوروبيه الا فارس اللي فيها غموض لحد الساعه، فيها مازال فيها الغموض. اللاعب راح للفحص الطبي وما مضاش، بينما موريكي مضى. قضيه اللاعب قلتها وعاودها بالامس اللي ما كاش منها، انا ما نصدقش تاع يبيعوا لدي جوار على جال باش يشريوا جوار، علاه ما باعوش؟ قلتها ونعاودها، لازيو على ما باعش دو جوار لاعبين باش شرا موريكي، لا تعاقد مع موريكي بطريقه عاديه. لماذا لم يعملوا نفس الطريقه اللي تعملوها مع موريكي مع فارس؟ ما زالت لحد الساعه ماناش عارفين الامور الحيثيات. اذا الشيء الاكيد فارس في تدريبات نادي لازيو اليوم فقط، بدا اليوم مع نادي لازيو في تدريبات الجماعية، تدريبات الجماعية مع نادي لازيو. إذا بالتوفيق لفارس ومبروك مبروك إن شاء الله نشوفوه يمضي. إحنا فينا طبيعة كجزائريين دائما نشوفوا الملموس، نشوفوا لما يمضي ويكون بالقميص، لابس قميص نادي لازيو. إن شاء الله بالأيام القادمة إن شاء الله نشوفوه بالقميص نادي لازيو ويفتتح الدوري الإيطالي الكالتشيو مع نادي جديد لازيو. بالتوفيق لفارس، وملتقنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.